بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تعرفنا في الدرس الماضي على كيفية إنشاء الفهارس المختلفة وكذلك صفحات الملخص وصفحة الشكر والعرفان، سوف نتعرف في هذا الدرس على كيفية إنشاء الفصول، وسوف نبدأ بهذا الدرس بكتابة الفصل الأول بإذن الله. لكتابة الفصل الأول يتوجب علينا تعريف التنسيق الخاص بالفصول، يتم ذلك بتعريف هذه الأكواد. أولا Fancy Page Style، وثم كتابة اسم التنسيق الخاص بنا، ثم تعريف باقي هذه الأكواد. هذه الأكواد هي نفسها الخاصة بصفحة ما قبل الفصول، لكن تم إضافة هذا الأمر وهو خاص الأمر هذا Left Mark، وهو خاص فقط بإضافة كلمة Chapter ومن ثم رقمه وكذلك اسمه هنا، ويتغير مكانه بناء على تغير صفحات المستند، يكون في جهة اليسار هنا ثم ينتقل إلى جهة اليمين كما تلاحظون في ترقيم الصفحات بهذا الشكل. الآن ننتقل إلى آخر المستند لنبدأ بكتابة الفصل الأول. أولا نقوم بكتابة الأمر New Page، ومن ثم كتابة الأمر Page Style، ومن ثم كتابة اسم التنسيق الخاص بنا، ومن ثم تغيير نوع الترقيم لأننا نريد أن تكون بأرقام عربية، ويتم ذلك بكتابة الأمر Page Numbering، ومن ثم كتابة Arabic. الآن بإمكاننا كتابة الفصل الأول، يتم ذلك بكتابة الأمر Chapter، ومن ثم كتابة اسم الفصل بهذا الشكل. أضغط على الكومبايل لأريكم النتيجة. تلاحظون تم الأمر بنجاح، تم كتابة اسم الفصل الأول ثم اسم الفصل، أيضا تلاحظون تم كتابة اسم الفصل هنا وكذلك رقمه. نعود إلى فهرس المحتويات، تلاحظون أيضا تم تطبيق الأمر بنجاح. الآن نشرع في كتابة المستند إلى نهايته، سوف نقوم بكتابة الفصل الأول فقط في هذا الدرس، ونكمل باقي الفصول في الدروس القادمة إن شاء الله. نبدأ الآن بكتابة القسم الأول، يتم ذلك بكتابة section، نقوم باللصق بهذا الشكل، أيضا نكمل كتابة المستند. بهذا الشكل تلاحظون تم تطبيق الأمر بنجاح. أيضا في حال الرغبة بإدراج قسم جديد، أيضا نقوم بكتابة section ونقوم بالنسخ. في حالتي أنا أقوم بالنسخ من ملف PDF، لكن في حالتكم قد تنسخون من ملف Word. بهذا الشكل هنا تلاحظون عنوان يتبع لعنوان سابق، يتم ذلك بكتابة الأمر Subsection. بهذا الشكل أضغط على ريكومبايل يوريكم النتيجة. تلاحظون عمل ريكومبايل أكثر من مرة قد يؤخر من عملية الكتابة، لذا من المستحسن كتابة عدة سطور ومن ثم عمل ريكومبايل، وذلك توفيرا للوقت. نعود إلى فهرس المحتويات، تلاحظون كيف قام البرنامج بتطبيق الأوامر السابقة بهذا الشكل. الآن سوف يقوم البرنامج تلقائيا بإكمال جدول المحتويات وبترقيم صحيح دون الحاجة إلى القلق من كيفية ظهورها أو كيفية أو التأكد من أنها مرقمة بشكل صحيح.
ننتقل إلى الصفحة التالية، أيضا هنا نكتب sub section، بهذا الشكل. هنا تلاحظون نوع الترقيم بأرقام الرومانية. للقيام بذلك نحتاج إلى تعريف الأمر begin enumerate بهذا الشكل. هنا يتم كتابة العنصر الأول وهو هذا العنصر بهذا الشكل. أيضا يتم هنا كتابة العنصر الثاني، ومن ثم كتابة العنصر الثالث، وهكذا. بهذا الشكل. أضغط على الكومبايل لأريكم النتيجة. تلاحظون قام بكتابة العناصر بنجاح، لكن أعطاها الترقيم بالأرقام العربية. لكن في حالة الرغبة بتغيير الترقيم إلى أي عناصر أخرى أو أي رموز أخرى، يتم ذلك بكتابة قوسين هنا، ومن ثم كتابة نوع العنصر الذي نريد استخدامه. ففي حاجة لاستخدام الأرقام الرومانية أكتب I صغير ومن ثم نقطة. لكن كتابة هذا الأمر يتوجه علينا تعريف حزمة تسمى enumerate، يتم تعريفها بهذه الطريقة، كتابة use package ثم كتابة enumerate. أضغط على الكومبايل لأريكم النتيجة. تلاحظون تم تغيير الأرقام. الآن نضع مسافة هنا، وذلك لنقوم بنسخ النص الخاص بكل عنصر بهذا الشكل. وذلك سبب ذلك أن برنامج لاتيك لا يقوم بالفصل تلقائيا بين الأسطر، يجب ضغط إنتر ليتم الفصل. أيضا يجب وضع مسافة هنا بهذا الشكل، وذلك ليتعرف برنامج لاتيك على أنه يوجد سطر جديد هنا. بهذا الشكل يمكن تطبيق تنسيقات المستند الأساسية مثل بولد إيتاليك وما إلى ذلك. نجرب ذلك. بهذا الشكل تلاحظون قام بتطبيق الأمر بنجاح. الآن انتهينا تقريبا من كتابة الفصل الأول. الآن نبدأ بقسم جديد ويقوم بسكشن، أيضا نقوم بنسخ، نقوم بلصق العنوان، وننسخ النص الخاص بهذا القسم. أيضا تلاحظون وجود ترقيم هنا، يتم بنفس الطريقة السابقة بكتابة begin enumerate ومن ثم وضع العناصر بالترتيب. لكن في حالة هنا لا أرغب بأي فصل، يتم كتابة item مباشرة ومن ثم النسخ بهذه الطريقة. تلاحظون وجود هذه الأقواس التي تحتوي على أرقام داخلها، هذه خاصة ب المراجع، وسوف يتم التعرف على كيفية إدراج المراجع بالترتيب في المستند في الدروس القادمة بإذن الله.
يمكن فصل بهذا الشكل وذلك فقط للترتيب، ولكن لن يظهر أي تأثير عليها في كتابة المستند. تلاحظون تم التطبيق بهذا الشكل. كما ذكرت لا تكتب شيئا تحت End Document. نكمل الصفحة التالية نص عادي، نقوم بنسخ ومن ثم اللصق. الآن تلاحظون عملية الكتابة داخل برنامجك، عملية سهلة وبسيطة. تكمن صعوبة البرنامج فقط في تعريف أو تجهيز المستند للكتابة. الآن يمكن كتابة الفصول حتى نهايتها دون أي قلق. سوف يتم ترقيم ووضع جميع المحتويات داخل الفهرس بشكل صحيح. نكمل. نحتاج الآن إلى إدراج صورة. يتم ذلك بكتابة begin figure. يقوم الموقع تلقائيا بكتابة الأكواد مباشرة على عكس استخدام المحرر. يتوجب الآن علينا أن نقوم بتحميل الصورة المطلوبة. يتم ذلك باستخدام زر upload هنا وثم اختيار الصورة من جهاز الحاسوب. أقوم بحفظ الصورة، أتأكد من مكان حفظ الصورة. أتأكد من اسم الصورة أيضا. هذه هي، وأقوم برفعها أيضا. سأضعها داخل مجلد figure، ومن ثم الآن أقوم بكتابة figure ومن ثم اختيار اسم الصورة. أيضا بإمكاننا التحكم في حجم هذه الصورة بكتابة الأمر width ومن ثم اختيار line width. بهذا الشكل. أيضا بإمكاننا كتابة الكابشن الخاص بالصورة. نقوم فقط بالنسخ هنا ومن ثم اللصق. هنا هذا الأمر خاص فقط بالإشارة إلى الصورة داخل النص، مثل أن نقول انظر إلى الشكل الرقم تكون موجودة في النص. يتم كتابة اسم خاص بالإشارة. في حالتي هنا لم أستخدم أي شيء، لذا بإمكاننا أن نقوم بمسح هذا الأمر أو تعطيل عمله عن طريق وضع علامة النسبة المئوية. ننسخ هذا النص تحت الصورة وأقوم باللصق. برنامج لاتيك لا يتعرف على النسبة المئوية بشكل مباشر، لذا يتوجب علينا كتابة علامة سلاش ومن ثم علامة النسبة المئوية لتعرف عليها كما تلاحظون تاليا. تلاحظون قام بتطبيق بنجاح، والصورة تبدو كبيرة. أيضا بإمكاننا أن نصغرها أكثر وذلك بكتابة نسبة معينة. فعلى سبيل المثال أريد أن يكون عرضها 70% من عرض النص. بهذا الشكل شكلها مناسب. برنامج لاتيك لا يقوم بوضع الصورة في المكان المحدد أحيانا. سبب ذلك أنه تم برمجته ليضع الصورة في المكان الذي يراه هو مناسبا. يتوجب علينا أحيانا تصحيح هذا الأمر، هذا المشكل، بكتابة بعض الأكواد هنا
ليتغير موضوع الصورة. كما تلاحظون تم تغيير موضوع الصورة عن طريق كتابة HTTP. هذه الأمور تعني أنه سوف يلغي تأثير أي من هذه العناصر. فعلى سبيل المثال H يعني هنا، T يعني top، هذا P يعني أن تكون في صفحة مستقلة، والبي هذا يعني في الأسفل. هذا يلغي تأثير أي من هذه العناصر، وسوف يضع الصورة في المكان المناسب لها عن طريق اختيار المستخدم. أيضا نكمل، سوف نبدأ بفصل جديد. وننسخ النص الخاص بهذا الفصل. طبعا تأثير هذه لا يظهر بشكل واضح أحيانا، لكن عند كتابة مثلا توب هنا تلاحظون أنه سوف يضع الصورة في أعلى صفحة، وعند كتابة البي يضع الصورة في أسفل الصفحة، وعند كتابة H يفترض منه أن يضع الصورة في المكان التي وضعت فيه بهذا الشكل، وعند كتابة P يضع الصورة في صفحة مستقلة بهذا الشكل. ولتجنب وجود الصورة في مكان غير مناسب، يتم كتابة الأوامر هذه تباعا لجعله يتجاهل جميع هذه التغيرات ويضع الصورة في مكانها المحدد. الآن تم الانتهاء من هذا القسم، نكمل القسم الأخير. هنا تلاحظون وجود أقسام فرعية، يتم ذلك بكتابة sub section. نقوم بالنسخ ومن ثم اللصق. أيضا begin enumerate، نقوم بنسخها مباشرة كتابة item قبل كل عنصر. بهذا الشكل تلاحظون قام بالتطبيق بنجاح. تبقى صفحات قليلة. أيضا نبدأ بقسم جديد، نكمل هنا وأيضا نقوم بنسخ هذا النص. بهذا الشكل. في حال وجود عنوان ليس له ترقيم، يتم ذلك بكتابة الأمر sub sub section. ننسخ النص الخاص به. أيضا يجب وضع علامة سلاش لتعريف النسبة المئوية في النص. بهذا الشكل. أيضا يوجد قسم ليس له ترقيم، يتم أيضا بكتابة sub sub section. ننسخ العنوان ونقوم بنسخ النص الخاص به. أيضا sub
sub section. وأضغط على الكومبايل وليكم النتيجة. من المستحسن كتابة معظم المستندات ثم عمل ريكومبايل لتسريع عملية كتابة المستند. بهذا الشكل، وبهذه الطريقة نكون أنهينا من كتابة الفصل الأول. نعود إلى جدول المحتويات لأريكم كيف تم كتابة هذا المستند. تلاحظون قام بكتابة الفصل الأول ثم وضع أقسام المستند بنجاح، هذا القسم الأول والقسم الثاني، ثم وضع الأقسام التي تتبع للقسم الرئيسي بهذا الشكل. أما استخدام أمر subsection لا يقوم بإدراج أي ترقيم، وهو يتبع لقسم فرعي الذي يتبع للقسم الفرعي ليس له أي ترقيم. طبعا لوضع ترقيم يجب وضع مسح كلمة سب، أحيي كلمة سب، ثم يصبح له ترقيم خاص به. أيضا تلاحظون عند إدراج صورة قام أيضا بوضعها في جدول الصور في فهرس الصور بهذا الشكل، وأيضا قام باختيار وضعها وضع ترقيم، وضع رقم الصفحة الخاص بالصورة. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.